بيك مدام. مع السلامة. لاباس؟ لاباس. قد منا روح؟ ريم الكعبي من ولاية نابل. أنا مدام عندك اليوم مشكلة تحب تحكي لنا مشكلة. نحكيها ديما. علاش ولدي معناها يرجعوا لي ولدي يا عال. تحب يرجعوا لك ولدي؟ لك وين مشى؟ مشى للقصاب هذه البلاصة اللي فيها رعاية فيها الطفولة. سبيطار القصاب. نطلب من العالم المجتمع التونسي يعاونني في الرجوع. اقفوا معايا يا عالم. فكولك فكتولي دولة. علاش فكولك ولدي؟ عوني حتى على الزيارة. عندي أنا قادرة باش نربي ولدي، قادرة باش نربيه. علاش يمنعوا أم على ولدها؟ علاش هذا هذه بلاد؟ ولدي جبته من صلبي نزيد نمشي تو للبلاصة القصاب اللي هو فيها ما يخلينيش ندخل. إن شاء الله يا ربي لا يوريهم الجنة، الله لا يشوفوها الجنة. لحظة يا مدام لحظة فهمني، علاش فكولك ولدك؟ قلت لك خاطر نخدم في الديار، قالت لك خدمة الديار ليه الرئيسة؟ تحب على كونترا نتاع دار وكل شيء، احنا دارنا في الكري. ما عندناش دار، فهمتش؟ ماما معناها كي طلبت انا زياره باش نشوف الطفل كنت نشوف فيه في الرعايه هذيا. كي جابوه القصاب قال لك لا الطفل مش يهدي يعني هي، كيفاش يمشي يهدي يعني هي وانا حيه؟ جبته من صلبي معناها ولدي. نطلب من عالم من ناس تقف معايا في الموضوع هذايا، يقفوا معايا يعاونوني فيه. ما فهمتش معناها راجلك وين بو طفل وين؟ مشى بو طفل عمل التحليل الجيني ومشى. ايش عمل تحليل جيني؟ التحليل الجيني بتاع الدم بتاع الطفل. هو راجلك شاكك في انه طفل ماهوش ولده؟ لا ماهوش راجلي، هو ماهوش راجلي. فهمني مدام خاطر دخلت بعضي فهمني. راجلي ماهوش راجلي. شو ماهوش راجلي؟ عشت معاه. جبتوا الطفل؟ هكاكا. معاه هكاكا. خارج اطار الزواج؟ اطار الزواج. مش معناها هيك؟ ايه. احكي لي من الاول كيفاش تعرفت؟ انت حره بطبيعه، اما احكي لي كيفاش تعرفت على راجلك وكيفاش صار؟ كيفاش جبت الطفل هذا؟ تعرفت عليه مع عرفه سطحيه. ما عارفه كيكا. جبت معاها وليد هو اللي قال لي يجيبوا الطفل. ما عرفه سطحيه يعني وين ما عرفه؟ ها؟ يعني شفته في الشارع جبت منه طفل؟ لا ها ها. احكي لي. تعرفت عليه معناها هو يخدم جنان، انا كنت نخدم في دار، افهم. تعرفت عليه انا نخدم في دار هو جنة على اساس معناها عشنا مع بعضنا فتره مش عليه في الفتره هذيك فهمتش ربي رزقني بالوليد هذايا. هو وعدك بالزواج؟ وعدني بالزواج. قال لك باش نعرس بيه؟ ايه. وما كانش عند الوعد هذاك؟ ما كانش عند الوعد، لبسني حتى الخاتم هاو ومشى على روح. مشى على روح. انت كنت مستعدة انك تعيش معناها الكونديسيون هذيك ما غير زواج يعني ما غير صداق ما غير حاجة رسمية؟ قبلت وقتها؟ قبلت. من بعد كيفاش هرب عليك الراجل؟ كي سمعت طفل. اسمعلي انت. قلت له وين راني وليت مضمون نتاع الولايد، قلت له راني جبت الولايد هذايا فهمتش؟ عارف من الاول اللي انت مادام حبلت وباش تجيب الصغير؟ عارف، مشيت شكيت حتى ما قلتلكش عملوا التحليل الجيني مازال شكيت به هو ولا لا؟ شكيت. النتيجه ما وصلتش لتوا نتاع التحليل الجيني. انت مشيت شكيت هو معناه عملوا التحليل الجيني فهمت؟ شكك في انه طفل ماهوش ولد؟ ولدي. قول له ان شاء الله ربي يسامحك ويجا حل معايا الموضوع هذا نخرج الوليد. راجلك اللي عرفته مادام الراجل هذا وين مشى؟ مشى على روحه. ما عاودتش شكيت بيه؟ ما عاودتش، الحكاية مشيت وقفت. الحكاية هذي الكل وقتاش صارت؟ شنو هو وقتاش؟ وقتاش صارت يعني قداش عندها من اللي صارت الحكاية؟ عمر ولدي عام وثلاث أشهر الوليد قد الزور فيه. يجيني أنا يقول الطفل مشى يدي على نهائي. يعني والمحكمة هي اللي قررت أني تنحي لك الطفل؟ نحي لي الطفل وأنا حية، حية نرزق. كان كيشوفني ولدي يقف يشوفني. ينقز من الفرش توا كنت غادي في القصاب اللي فيه ولدي ما خلونيش ندخل. مدام سؤال اخر بالله. صلبي تحب نوريك الوراق؟ نوريك الكل. نوريك الوراق معنا يا ولدي. عرست بالراجل هذا عرفي؟ تشذاق ما نكذبش عليه. اي عرفي تفهمتوا في عرفي؟ ايه. كنتوا متفاهمين في عرفي؟ زواج عرفي؟ باهي توا انت في مشكله كبيره معناها ولدك مفكوك راجل مشى على روحه وما فماش كيفاه معناها باش تحل؟ فك ولدك وخرجني خرجت معناها لا وستعرف بيه ساعه ولا لا؟ مش ما استعرف جاي قدام جاي قدام ولو التحليل يثبت انه هو ولده مازال ما حضرتش النتيجه النتيجه ما فماش ما حسيتش
قديش توا ولدك ماهوش معاك؟ توا عندي شهر وجمعتين ما شفتش اللي هزوه. ما شفتوش. انت شنية تطلب معنا؟ نطلب الناس باش تعاوني، باش العالم يعاوني يسمع صوتي. دارنا ما وقفوش معايا، امي ناس من لحم ودمي باش تظلهم يشوفوا فيا كل يوم نموت. انا خممت باش نموت، باش نقدر روحي تحت التراها. ما خممتش دارنا، ولقيت شي يغزر لك يا عين الشيب كلهم، مشيت لهم ما حبوش يخرجوني الوليد. الوليد يخرج. مدام انت تعرف روحك انك عامله حاجه غلطه ولا لا قدام ربي وقدام معناها؟ قدام ربي عملت حاجه غلطه، لكن ولدي هي القطوسه مثل وحش ولدها تقازت بفم غالي عبد. مدامك انت عارفه روحك عامله حاجه غلطه، ما نعرفش يعني ما نصورش كيف فما شكون يعني باش يقف معاك ولا ما نعرفش. خاصه عائلتك، عائلتك متغشين عليك ولا لا؟ متغشين عليا ولا انا قدام ولدي ما عادش نعرف حد. ولدي ما لوحوش، ولدي نتحدى عليه العالم الكل. نتحدى عليه العالم الكل يا ناس جبتو. صعبالك يعاونوني العباد باش يخرجوني من الوليد، يحبوني معناها يكبر يقول شكون يمي شكون يمي شكون يمي شكون هذيك شكون علاش الظلم هكا. مشيت زرتو والا لا؟ مانيش ندخل الزياره، طردوني. حتى الزياره لا؟ طردوني توا كنت غادي. قالوا لي ولدك مش غادي في البلاصه هذيك، ونوريك الوراق اللي بعثتهم الرئيسه باش يمشوا غادي الوراق. انت مدام اذا تهز الطفل قادره انك باش تربيه معناها عنده شهرية وقدر انك باش تتكفل بيه وتوفر له حاجياته الكل؟ نوفر له الحاجات الكل. انا هاني عايشة، شبيني ميتة هاني عايشة. انت تخدم حاليا؟ تخدم في الديار. ربي عينك. هاي الرئيسة قالت لك خدمة الديار؟ لا قالت لك خدمة الديار لا. ونحب كونتراتو نتاع داء. عاملة محامي انت ولا لا؟ ما حابش ياخذها حتى محامي قضية. جربت معني توسط وصلت بمحامين وقالوا لك قال لك لا قضيتك صعيبه. مشيت الطفل معناها شنو ذنبه الوليد هذاك؟ حتى كان خليه يتحاسب بيه انا عند ربي. يعني فما هو فما في محامين اجتماعيين تعينهم المحكمه يعني بليش فلوس. اي تعين. اي اي انت ما علاش ما عينتلكش معناها محامي؟ مشيت انا الولايه نابل مش للمحكمة مدام. أي. المحكمة هي اللي تعين محامي اجتماعي ما غير فلوس تعين لك يعني محامي اجتماعي. وين نعملوا محامي؟ مشيت أنا فهمت، مشيت لي محامي في قرنبالي غادي ما حبوش ياخذوها القضية كل. مدام شنو تطلب اليوم تحديدا؟ نطلب باش العالم يعاوني على الطفل ويخليوني نشوف الطفل، يخرجوا لي. نطلب من الناس باش تعاوني في الطفل هذايا ويخليوني نشوف. يخلوني نشوفوا تشوفوا يدخلوني نشوفوا للبلاصه اللي هو فيها هكا. كيش نحبوا تعاوني على الحكايه هذه باش نخرج. احنا نوصلوا لك صوتك مدام. مشيت للتلفزه انت عملت تفرج عملوا لي الملف قالت لي حتى يكلموك ولا شنو تنجمش تزيد تعاوني انت مدام. نوصل لك صوتك يعني نوصل لك صوتك وان شاء الله تفرج لك تفلاو.